الرب يبارك الجميع، إخواني وأخواتي، الرب يحفظكم جميعا، تعيشون محبة وسلام الكون، الحب الأبدي والسلام الأبدي والحرية الأبدية تغمر حياتكم. نوضح البناء الصوري الغير شعوري، هذا الموضوع مهم حقيقة نوضحه هنا. البناء الصوري الغير شعوري هو يختلف عن البناء الإيجابي. في حياتنا الأرضية تعيش أنت بدون أن تشعر بتفاعلات الحوادث المادية. أنت تنهض صباحا ولديك مشوار معين بدون أن تشعر. أنت تبني صورة هذا المشوار. المشوار لم يحدث، الحالة لا تزال لم تحدث، لكن أنت تنهض صباحا بدون أن تشعر. يسمى البناء الصوري بدون أن تشعر. لديك صور هذا المشوار، ممكن مقابلة مهمة، ممكن عمل مهم، ممكن أن تذهب إلى تأدية امتحان جامعي مهم. فالصورة تأتيك بدون شعور. هذه الصورة البناء الصوري يسمى الغير شعوري. هذا مرة أخرى أكرر، هو غير البناء الإيجابي. في البناء الإيجابي الحالة تنعكس. البناء الإيجابي هو وعي الفرص الغير محدودة في حين البناء الصوري الغير شعوري هو وعي الفرصة الواحدة. أوكي، نكتب هذا. في حين أن البناء الصوري الغير شعوري هو وعي الفرصة الواحدة فقط. مثال حول البناء الإيجابي، أنت تنهض في الصباح تبني صور وأنت رياضي ناجح، جسمك قوة، جسمك ماذا؟ قوة، وأنت الرياضي الناجح. هذا في الدقائق الأولى من نهوضك من على السرير. أو تبني صورة وأنت فنان ناجح، أو تبني صورة وأنت تتمشى على ساحل البحر وأنت ممتلئ بالفرح والسلام والطموح والجمال والقوة والثقة بالنفس. هذا هو البناء الإيجابي، هو وعي الفرصة، عفوا، البناء الإيجابي هو وعي الفرص الغير محدودة. البناء الصوري يسيطر عليك بدون أن تشعر، وممكن أن يقودك باتجاه، وهذا الاتجاه يكون محدود. يعني البناء الصوري الغير شعوري يكون مخاوف واحتمالات أو تخمينات لحوادث هي لم تحدث، ولكنك أنت أعطيتها قوة. شخص ذاهب إلى مستشفى، وهو يستعد أن يذهب إلى المستشفى، هو بدون أن يشعر هو يبني فكرة المستشفى.
ويبني ماذا سوف يقول له الطبيب أو المعالج في تلك المستشفى. زائدا هو يفكر بالماضي، بمعنى هو يقرأ عن طريق أفكاره، أقصد يقرأ عن طريق أفكاره تطور المرض عنده، فيفكر قبل أسبوع، قبل شهر، ماذا قال له الطبيب، فهذا كله يأخذه معه هذا الذي يعتقد أنه مريض وهو متجه إلى المستشفى. ولهذا نقول البناء الصوري الغير شعوري يصنع أو يكون، ممكن نضيف هذا، أو يكون مخاوف واحتمالات أو تخمينات لحوادث هي لم تحدث ولكنك أنت أعطيتها قوة. هل تلاحظون؟ وكلما تسيطر على هذه الحالة، أي حالة؟ حالة البناء الصوري الغير شعوري، كلما تسيطر على هذا البناء الصوري، تفهمه، تتعرف عليه، تراقبه، أنت لا تتصور مدى النجاح العظيم الذي يحدث في حياتك، لأنك هنا سوف تصبح، لاحظ، جريئا على أن تتخذ قرارات جريئة في حياتك. هذا ممكن السطر يحتاج توضيح، مهم جدا هذا السطر في غاية الأهمية، أريد أن أوضحه، لأن هنا سوف تصبح أنت جريئا على أن تتخذ قرارات جريئة في حياتك، يعني أنت تصبح جريئا في أن تتخذ قرارات جريئة في حياتك عندما تعرف كيف تسيطر على البناء الصوري الغير شعوري. تصبح جريئا، تصبح شجاعا، تصبح قويا. فعندما تأتيك فكرة المشوار، لديك مشوار، ففكرة المشوار تأتيك بدون أن تشعر، تمسكها، لا تجعلها تحتل وعيك، لأنها إذا احتلت وعيك بمعنى أنت تصدق بها، عندما أقول أنت تصدق بها يعني تعطيها قوة، يعني هي تكون هي الوعي. عندما تصدق بالفكرة السلبية فوعيك يتحدد بها، فأنت تتحول من فضاء الوعي الغير محدود، عندما أقول تتحول بمعنى تعيش، تنتقل، فأنت تتحول من فضاء الوعي الغير المحدود إلى فضاء الوعي ذو الترددات المحدودة جدا. مثال، وهذا المثال جدا جدا مهم، جدا مهم، ننتبه كلنا على هذا المثال. تريد أن تتكلم كلاما جريئا، تسجل كلام جريء في الإنترنت، هذا هو المثال، أكتبه وأوضحه. تريد أن تسجل كلاما جريئا مهما في الإنترنت، لديك حالة تريد أن توضحها، لديك فكرة تعتقد أنها مهمة، فتريد أن تسجل كلام توضحه للناس،
هنا يبدأ أو تبدأ قوة البناء الصوري، ها هنا يبدأ أو تبدأ قوة البناء الصوري الغير شعوري تربكك، بمعنى التسجيل لم يحدث، وهذا الذي نريد أن نركز عليه، التسجيل، تسجيل الصوت أو تسجيل هذا الكلام الجريء لم يحدث، لكن الفكرة السلبية تأتيك قبل الحدث، الفكرة السلبية تأتيك قبل الحدث، فالفكرة السلبية تصبح هي وعيك الجديد، وهنا الفكرة السلبية تصبح هي وعيك الجديد. تسجيل هذا الكلام الجريء لم يحدث، لكن الفكرة السلبية تأتيك قبل الحدث، فهنا الفكرة السلبية تصبح هي وعيك الجديد، بمعنى أنت سجنت فيها، بمعنى آخر أن وعيك الغير محدود تقلص، ضعف، لأنك أنت تبني الصورة التالية في هذا المثال، مثال أنك تريد أن تسجل كلام جريء، أنت تبني الصورة التالية، تقول ممكن الناس سوف يستهزئون بي مثلا، يعني مثال، أو ممكن فلان سوف يسمع هذا التسجيل وسوف يعارضني، لاحظ الصور، هذا هو البناء الصوري، الغير شعوري، الحدث لم يحدث، تسجيل الكلام الجريء لم يحدث، فهنا يجب أن لا تجعل البناء الصوري الغير شعوري أن يسيطر عليك، أن تمسك الفكرة، تمسكها أقصد تراقبها، هذا الكلام الذي نتحدث فيه في غاية الأهمية، تراقبها، بمعنى أنت لا تعطيها قوة، عندما نقول تراقبها يعني لا تعطيها قوة، بمعنى لا تصدق بها، لا تعطيها قوة، بمعنى ماذا؟ لا تصدقها، لا تعطيها قوة مرة أخرى ماذا تعني؟ بمعنى لا تصدقها، الآن تبدأ باسترجاع قوتك الحقيقية، الفكرة السلبية تأتيك، الحدث لم يحدث، أنت الآن تبدأ باسترجاع قوتك الحقيقية، فتبني صور، وأن التسجيل ناجح جدا، لاحظ، تبني صور أن ماذا؟ أن التسجيل ناجح جدا، سوف تجد ممانعة بين قوتين أو تصارع بين قوتين، قوة أن التسجيل ناجح وقوة الفكرة السلبية التي تخوفك، والحدث ما يزال لم يحدث، التسجيل ما يزال لم يحدث، فتقوم هنا بإعطاء تركيزك وفكرك ووعيك على أن التسجيل ناجح جدا، واحد، وأنت هذا كله تبنيه، وأنت ضوء الكون، يعني هذا البناء الثاني، البناء الإيجابي، وأنت ذلك الشخص المليء بالثقة،
والحب والشجاعة. فهذا هو البناء الإيجابي الذي هو وعي الفرص الغير المحدودة. فتقوم هنا بإعطاء تركيزك وفكرك ووعيك على أن التسجيل ناجح جدا. تبني صور يعني، وتبني صورة وأنت الضوء الكوني، وتبني صورة وأنت ذلك الشخص المليء بالثقة والحب والشجاعة. وتبني صورة أن هناك مستمعين، لأنك الآن أنت في أي مرحلة أو في أي وضعية؟ التسجيل لم يحدث، أنت الآن في وضعية البناء الإيجابي، أنت الآن لست في وضعية البناء الصوري الغير شعوري. أكرر، أنت الآن في أي وضعية أو في أي وعي؟ أنت الآن في وعي البناء الإيجابي، أنت لست في وعي البناء الصوري الغير شعوري. فتبني صورة أن هناك مستمعين يوافقوك ويدعموك ويرغبون أن يسمعوا تسجيلات جريئة أخرى. وتبني صورة أن هناك مستمعين يوافقوك ويدعموك ويرغبون أن يسمعوا تسجيلات جريئة أخرى. بالطبع هنا الفكرة السلبية في هذا المثال، أي مثال؟ مثال أنك تريد أن تسجل كلاما جريئا تعتبره جدا مهم. فهنا نحن ماذا عملنا؟ نحن لم نجعل الفكرة السلبية أن تكون هي وعينا، وإنما نحن جعلنا أو عشنا الوعي الحقيقي، وعي الضوء. ففي هذه البناءات الفكرة السلبية تتدخل وتخوفك أكثر من احتمال أن هذا التسجيل يكشفه أو يسمعه أقرباؤك، إخوانك، لكن مرة أخرى أريد أن أقول أن التسجيل الحادثة لم تحدث. كلما تقوم بإضعاف الفكرة السلبية أنت تنتصر في الحياة، لأن الفكرة السلبية وهم. فكلما في هذا المثال تقوم بإضعاف هذه الفكرة السلبية التي تخوفك تضعفها، تقول مثلا ثم ماذا إذا يكتشفون التسجيل؟ تضعفها وتضعفها أكثر وأكثر عندما تعرف أن الكون يحميك ويحبك ويفتح أمامك فرص عظيمة. تقلل من قوتها وتقلل من قوتها أكثر وأكثر عندما، لاحظ هذا مهم، وتقلل من قوتها أكثر وأكثر عندما تجتمع مع ناس يشجعوك لأنهم يفهموك.
وأيضا ممكن يعطوك نصائح مهمة أخرى. فهنا أنت تقلل من قوتها أكثر وأكثر عندما تجتمع مع ناس يشجعوك لأنهم يفهموك وأيضا ممكن يعطوك نصائح مهمة أخرى. فهنا تبدأ حياتك تتغير، تصبح أكثر جرأة، أكثر شجاعة على أن تواجه الظروف، تنتصر على الظروف، ترجع نقول إلى حقيقتك. ما هي حقيقة الإنسان؟ حقيقة الإنسان أنه قوة غير محدودة. حقيقة الإنسان أنه حب غير محدود. حقيقة الإنسان أنه الفرص، هذه أكتبها، حقيقة الإنسان أنه الفرص الكونية غير محدودة. فهل عرفتم الآن كم هو مهم أنك تميز ما بين البناء الصوري الغير شعوري، يختلف عن البناء الإيجابي؟ يجب أن تعرف هذا جيداً، بمعنى لا تجعل المخاوف تحتل وعيك والحادثة ما تزال لم تحدث. أكرر، بمعنى لا تجعل الأفكار السلبية تحتل وعيك والحادثة ما تزال لم تحدث. وهذا البناء الصوري الغير شعوري يحدث لأغلب البشر، بل أغلب البشر يصاب به. وعندما تصاب بهذه الحالة فبالطبع يتملكك الخوف والتشاؤم والحزن. فلا تجعل البناء الصوري يحتل، أكرر مرة أخرى، لا تجعل البناء الصوري يحتل وعيك. أنت لست من الفرصة الواحدة، لأنه قلنا أن البناء الصوري الغير شعوري هو فضاء الفرصة الواحدة. أنت حقيقتك ضوء الكون، أنت حقيقتك الفرص الغير المحدودة. افتح وعيك، اجعل الكون تكون مستعد أنك تجعل الكون أن يملأك بالفرص. فلا تعيش الوعي المحدود، بمعنى أي فكرة سلبية، لو لديك مشوار، مشروع، أي فكرة سلبية تأتيك لا تسمح لها. لاحظ أنا أكرر يعني أكثر من مرة، راقبها، افحصها، ثم اقفز فوقها. كيف تقفز فوقها؟ عن طريق قوى البناء الإيجابي. عن طريق ماذا؟ عن البناء الإيجابي، أو نسميه قوى البناء الإيجابي. لديكم سؤال حول البناء الصوري الغير شعوري الذي هو يختلف عن البناء الإيجابي؟ فيجب أن تميزون. هل عرفتم إخواني وأخواتي الفكرة؟ واضحة؟ طبعا أريد أن أكرر، البناء الصوري الغير شعوري يصاب به أغلب الناس، فكرة تخويفية غير شعورية تسيطر عليك بدون أن تحس بها أو تشعر بها. سؤال أستاذ، يا عزيزتي، بالنسبة للبناء السوري الغير شعوري، هل نستطيع قطعه بشكل نهائي أو فقط إضعافه؟ لا، أقصد فقط منه اضعافه. نعم، هذا سؤال جيد جدا. فالاخت، فقط اوضح مره اخرى، تسال تقول هل نستطيع ان ننهيه، نزيله تماما، ام نقوم باضعافه او تقليل قوته؟ انا باعتقادي انك لا تستطيع ان تزيله، لانه هذا البناء الصوري الغير شعوري له اسباب عديده، البرمجه الطفوليه و الخبرات السلبية في الماضي
والعالم المادي وتفاعلك المستمر بالعالم المادي، لكن تقوم بإضعافه، تقلل من قوته. في حالات كثيرة هذا يحدث باستمرار. ممكن يعني بعض الأمثلة، مثلا أنت لديك تتجه في يوم ما إلى شخص لديك كلام مهم تريد أن تفاتحه مثلا، أو تريد أن تعمل اتصال مع شخص في أمر ضروري، أو كما قلت في هذا المثال لديك كلام مهم تريد أن يعني أن الناس يعرفوه مثلا، أو لديك مشروع سفر أو مشروع دراسي، فدائما تجد أنت في مصيدة هذا البناء الصوري الغير شعوري الذي هو غير حقيقي، وهم. وهي أيضا دراسات الميتافيزيكس، بالمناسبة دراسات الميتافيزيكس هي توضح كيف أنك تنتقل ترتفع تنتقل ترتفع من الوعي المحدود. فالبناء الصوري هو إحدى حالات الوعي المحدود. لاحظوا، أريد أن أكتب هذا، أمثلة حول الوعي المحدود. أوكي، الموت فكرة محدودة خاطئة، المرض فكرة خاطئة، الدكتاتورية الدكتاتورية فكرة خاطئة محدودة، المرض أكتب هنا المرض فكرة خاطئة محدودة، الدكتاتورية فكرة خاطئة محدودة، عقاب الله إلى الإنسان هذه فكرة مفبركة بشرية محدودة. بعض الأديان ليس كل الأديان، بعض الأديان تقوم بإخافة الناس من عذابات، ممكن ما يسمى بالقبر، يوم القيامة، كلها تمثل الوعي المحدود. الفقر الوعي المحدود. فهنا الموت فكرة محدودة، المرض فكرة خاطئة محدودة، الدكتاتورية فكرة خاطئة محدودة، عقاب الله إلى الإنسان فكرة مفبركة بشرية محدودة. وبعض الأديان تقوم بإخافة الناس من عذابات القبر، يوم القيامة، كلها تمثل الوعي المحدود. الفقر الوعي المحدود. الحياة، أريد أن أقول هذا، الحياة سهلة وجميلة وبسيطة، لكن الإنسان عقدها. الحياة جدا سهلة، ليس فقط سهلة، جدا سهلة وجدا جميلة وجدا بسيطة الحقيقة. يعني الحياة جدا سهلة وجدا جميلة وجدا بسيطة، لكن الإنسان عقدها. الإنسان أضاف فلسفات محدودة فتعقدت الحياة. الإنسان أضاف فلسفات محدودة فتعقدت الحياة. فلسفة الدين، فلسفة الاقتصاد، أنه يعني يجب أن تعمل بجهد لسنوات من أجل أن تحصل
على المال من أجل أن تشتري بيت بالجهد بالتعب. هذا الذي أقصد في فلسفة الاقتصاد، أنه يجب أن تعمل بجهد لسنوات من أجل أن تحصل على المال، من أجل أن تشتري بيت. هذه كلها الإنسان أضافه، هذه الفلسفات المحدودة. التصارع بين الأديان صنع الإنسان، فتجد دين ضد دين، شعب يتبنى معتقد ديني ضد شعب آخر يتبنى معتقد ديني مخالف لهذا الشعب، وهكذا. أيضا هذا وعي محدود. التصارع السياسي والتجاري كلها فلسفات جعل الإنسان من خلالها الحياة تتعقد أكثر. فكلها فلسفات محدودة، هذه كلها فلسفات محدودة جعل الإنسان من خلالها الحياة تتعقد أكثر وأكثر. فهذا هو موضوع نقاشنا إخواني وأخواتي في حلقات من النقاشات والحوارات. وضحنا في هذا النقاش البناء الصوري الغير شعوري الذي هو يختلف عن البناء الإيجابي. أشكركم وأراكم في الحلقات القادمة والنقاشات القادمة. أخوكم شون روبي، تقبلوا تحياتي.